وسؤال ترتيب مباريات المجموعة أفاد مصر؟ يعني الترتيب بالنسبة لقوة الفرق ده جاي في مصلحة مصر؟ طبيعي البداية مع منتخب شيلي ومنتخب أقل نسبيا من مقدونيا وأقل من السويد، دي تدي زي صورة تدريجية لتولي المباريات، بحيث إن أنا بصعد بالمستوى بتاع اللاعبين من الأقل للأقوى. فدي طبعا دي أكيد معمول حسابها طبعا برضو ساعة القرعة وساعة التنظيم، إن أنا أحط المباريات في ميعاد واحد برضو، إن إحنا طبعا كبلد منظمة ليك الحرية بتاع إن أنت تحط الميعاد اللي يناسب الفرقة بتاعتك. دي برضو أفادت الفريق كويس طبعا، إن هي تثبت التوقيت وفي نفس الوقت بصعود المباريات التدريجي. تدريجيا قبل لا خلاص قبل ما نسيب المجموعه بتاعتنا، كانت التشيك اقوى من مقدونيا ولا مقدونيا كانت لا يعني لا هو وضع طبيعي طبعا ان التشيك اقوى طبعا أقوى. هي موجوده كانت اوريدي متاهله متاهله لكاس العالم، الحمد لله اعتذرت فاعتذرت. هي الظروف بتخدم في اوقات كتيره ان احنا نبقى موجودين وبالشكل ده مع المجموعه بتاعتنا، مع التغييرات اللي حصلت ما بين التشيك ومقدونيا، دي حاجه طبعا في صالح المنتخب، وان هو ان انا ابدا الماتشات بتاعتي تدريجيا دي حاجه طبعا في صالح منتخب. وضع طبيعي ان انا اي بطوله باجي اي فريق بيبداها، وضع طبيعي ان هو لسه ما بياخدش احساس البطوله، لسه الاجواء لسه ما دخلش فيها اجواء الماتشات كمان بالظل الكورونا اللي احنا فيها، فده طبعا اثر تاثير قوي جدا. فدي انا شايف ان هي طبعا خدمتنا ودي في مصلحه المنتخب، وان شاء الله المستوى يبدا يعلى اكتر واكتر ان شاء الله.